يا اخي كسوم حياتي. اتروار في النص عادي وخلاص. براحتك عادي. شرفت في حلوة. استنى يا بس حاجة بتقول دي هذه المحفظة عد بقى ايه الواحد صلاة النبي ممكن اعرف ثلاثة؟ مستحيل صح؟ مستحيل. ايوه عارف يا حسن. عارف حسن مين؟ معرفه حسن مين؟ بص اي حاجة. حمد فاكر ورقتك؟ مصورنا بخمسة مصورنا كمان؟ عامل ايه؟ ورقة مقفول؟ ورقة مكتوب شوية وشوية صح؟ بسرعة. ايوه وبعدين؟ بص يا اسطى معاك كلمة دي مقفولة ودي مكتوب تمام؟ بص قدام هنا شوية مقفولة مقفول وشوية مقفول ماشي هنا الاثنين مقفولين يعني في ورق معاك اليمين مفتوح والشمال مقفول وفي ورق الشمال مفتوح واليمين مقفول وفي ورق زي بعض وفي ورق اكتر افتح ايدك الاثنين بص اقفل على دي كده بدي واقفل على الثانيه انت دلوقتي قافل الورق قافل على كل ورق بايدك اهو شفت الورق كله كان عكس بعض ينفع الورق كله يتقفل؟ لا ورقتك تنفع ورقتك الستة دينيري تتفتح؟ احا ده في 6 ديناري اح ده مين يا عم ارحمني افتح افتح ايدك يا اخي كسوم حياتي كورة غدا روح في داهية يا غدا روح في داهية يا غدا مش طالبك هي بص خلي بالك انا مش عاوز اغلط فيك والا ادب عليك وربنا فغور في داهيه وروح غور بعيد عننا في واحد بص داخل الله يسهل لك يا عم